الأساس أنا مضيفة طيران، تركت الشغل وربيت أولادي، عندي بنتين. زمان جايبين مكنة لتنظيف الأساطير الصحية، كنت بأمريكا وأساس ما نستعملها بالبيت، إلى أن جوزي أجته الفكرة المكنة معقولة ما يكونوا طوروها، ما يكون في شيء للأساطير الأكبر للطرقات لهيك. في نهار بيقول لي إنه عندي هالفكرة، بدي أعمل شركة لتنظيف المجارير، قلت له أنا بعملها. وقت قلت له أنا بعملها قال لي لا أنت شو بفهمك، بقى أنا أصريت. لو إنه هذا الشغل كتير صعب للنسوين بس أنا بدي أعمله. بلش التحدي وبلش مزحة، كنت حاسة إنه it's coming. وسجلنا المؤسسة بال 2006. فكنتنا مستوردين من أمريكا. أول شيء منفوت بكاميرا تنشوف وين العطل وشو هو العطل لأعرف أي نوع مكنة بدي أستعمل. لازم نتأكد إنه الأساطير كلها نظيفة وما يكون عندنا شيء فيت بشي مطرح يعني. بلشنا بالشركة بموظف وهلا صرنا نحن شركة مؤلفة من 12 شخص. بلشت غطي كل لبنان، نشتغل كثير مع مطاعم متعاقدين معهم، مع مطار بيروت، مع كازينو لبنان. بالمستقبل ان شاء الله بدنا نتعاقد مع شركات التأمين لحتى وقت اللي يعملوا تأمين للبيوت يتفادى واحد الكوارث اللي بتصير بالبيت. اللي بدي اقول له اياه لجوزي، اول شيء بشكره كثير انه تحديني لانه عرف مفتاحي. وما فيني ضلني اقول انه لهلا عم بتحدى، هلا بعتقد وقف التحدي، هلا صار وقت نطلع على المشاريع المستقبليه. بس عن جد ما بقدر اوصف لك يعني فرحتي، عن جد بقول كتر خير الله، تعبت بس الله اكرمني.